ليلة رأس السنة بيبوسوا بعض مسكروا وبتطفوا النور يبدأون معا العام الجديد بحالة روحية فريدة يطلبون فيها أن يكون هذا العام مبارك. عندنا في القداس بيقول قبلوا بعضكم بقبلة مقدسة. مفيش رجالة بيبوسوا ستات جوه الكنيسة، نص للسيدات ونص للرجالة. عدم نقاوة القلب يخلينا نبعد بأفكارنا لحاجات كتير. شيطانة الآخر، جهل بما يدور في الكنيسة، يمكن هناك تقصير من نحن الأقباط. فالشهادة في المسيحية ليس حبا في الموت، نحن خلقنا في الأرض لإعمارها، لا شيء يساوي الأبدية. طب ما تروح انت تفجر نفسك كمان عشان تاخد حور العين معاك. لا يمكن مصر تتقدم إلا بسيادة القانون.